المتزلجين. شوف شلون هسه راح نقول لكم اياها. هنا هذول اللي راح يصعدون بعده التزلج. اها توقف هنا، يجي الكرسي تقعد تسد العارضه. شوف هم عده التزلج صعدوا فوق، يصعد الى قمه الجبل ومن فوق يبداون بالتزلج. اللي يريد عده مرات يصعد يتزلج ياخذ له تذكره، يعطوا كارت، الكارت يستخدمها خلال اليوم من الصبح لحد المساء، يظل يصعد فوق قمة الجبل ويبدأ بالتزلج. هسه راح نصور لكم، ننقل لكم. هذا الطريق هسه اللي نشوفه أمامنا المخصص هو للتزلج. يطفون الكرسي. نود أن نذكركم بأنه موسم السياحة العظمى في تساكاتور يكون في أيام الكريسماس من الآن إلى النيوير. مثل ما قلنا لكم، اللي ما يعرف يتزلج أكو هنا معلمين ممكن تستعين به، تدفع له أجر حسب ما تتفقي 10,000 12,000، هو يبقى معك ساعة واحدة ويعلمك. وإذا عدة تزلج ما عندك يشان، إذا ما في عندك عدة تزلج ممكن تأجر ب5,000 درهم، ما يعادل $10، وتمارس رياضة التزلج. أبو يوسف شلون الأمور؟ طبعا الأخ يوسف من الإمارات. أبو يوسف على الهواء مباشرة أنت الآن. صراحة شلون الوضع؟ 100%. ما بردت فوق؟ برد صراحة، برد شوي مو بس الأجواء طيبة. أجواء طيبة. أيوة. تنصح أصدقائكم زيارة أرمينيا؟ أي أيوة. والله حتى 4 أيام. ما شاء الله ما شاء الله، هنا كثير من العوائل الإماراتية اليوم. أصدقائنا الأعزاء، طبعا جولتنا في تساكاتور اليوم انتهت تقريبا، راح نودع تساكاتور وإن شاء الله نلتقيكم في بحيرة سيفان. إلى اللقاء، أنتم مع أرارات السياحة. هابي نيو يير.